السلام عليكم مشاهدين، إليكم موجز أخبار مؤسسة الشهداء. رئيس مؤسسة الشهداء السيد عبد الإله النائلي يستقبل رئيس لجنة الشهداء البرلمانية أحمد الجبوري. النائلي وخلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسة واللجنة، مؤكدا أن المؤسسة مستمرة لاستحصال كافة الحقوق لذوي الشهداء، داعيا إلى ضرورة دعم ووقوف مجلس النواب ولجنة الشهداء مع المؤسسة. من جانبه أثنى الجبوري على الجهود التي تبذلها المؤسسة تجاه ذوي الشهداء. رئيس مؤسسة الشهداء السيد عبد الإله النائلي يحضر التشييع الرمزي لكوكبة من شهداء العراق الذين أعدمهم النظام البعثي المجرم إثر حادث اغتيال السيد الشهيد محمد صادق الصدر عام 1999، وتم إعدامهم عام 2002. حضر مراسم التشييع الرمزي عدد كبير من ذوي الشهداء بالإضافة إلى مسؤولين كبار، وتم عرض فيلم وثائقي يخص كوكبة من شهداء العراق الأبطال الذين قدموا تضحيات لهذا البلد. اللجنة الدولية لشؤون المفقودين وبالتعاون مع مؤسسة الشهداء، دائرة المقابر الجماعية ودائرة العلاقات العامة والإعلام ودائرة الطب العدلي في وزارة الصحة ومجموعة من منظمات المجتمع المدني وعوائل شهداء سبايكر يعقدون ورشة تداولية اجتماعية لمناقشة حقوق ضحايا سبايكر وأهم احتياجات وطلبات عوائل الضحايا ورفعها للجهة المسؤولة. كما قدمت الدوائر المعنية أهم الإنجازات المقدمة في هذا الجانب والخطط المستقبلية لإنجاز هذا الملف وتدويله. مديرية شهداء الديوانية توزع إعانات مالية على ذوي الشهداء عن طريق اللجنة المشكلة في المديرية. مسؤول شعبة الرعاية الاجتماعية ستار سوادي أوضح أن تحديد العوائل المستحقة للإعانة جاء بناء على زيارة ميدانية قام بها مجموعة من الباحثين في الشعبة لتقييم الوضع المادي لذوي الشهداء ومدى استحقاقهم للإعانة المالية. مدير مديرية شهداء البصرة أحمد كاظم يجتمع بمسؤول الشعب ضمن الأقسام في المديرية، وتم خلال الاجتماع مناقشة الخطة السنوية ونسب الإنجاز فيها والمعوقات التي تواجه سير التنفيذ المخطط له مسبقا. كما ناقش الحضور فقرات الخطة والمعوقات، وتم وضع خطط بديلة أو تكميلية لما تم إنجازه مع مراعاة التحديثات التي تخص ضوابط العمل كما وردت من قبل المراجع القانونية والإدارية. أخيرا، برعاية رئيس مؤسسة الشهداء وبإشراف مدير مديرية شهداء الرصافة، تواصل الشعبة الاجتماعية في المديرية جولاتها التفقدية لذوي الشهداء، وذلك للاطمئنان على حالتهم المعيشية والصحية وتسهيل معاملاتهم من خلال رفع احتياجاتهم للمسؤولين. من جانبها رحبت العوائل المذكورة بهذه المبادرة وأعربوا عن شكرهم لمؤسسة الشهداء لما تقدمه من دعم ورعاية مستمرة. انتهى الموجز، شكرا لكرم المتابعة، في أمان الله.